تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، والجو اليوم صد جميل. نصبح عليكم من برنامجكم هذا، برنامج صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مستشفى الزهرة من خلال قناتكم المتميزة قناة نور دبي. متحدثتكم اليوم الدكتورة نادى الملة، معي في الإخراج المخرج المبدع أيمن سرحيل، والمنسقة حمد المعيوف، وفي الاستوديو معايا اليوم ضيف يمكن تعرفونه يمكن ما تعرفونه، اسمه محمود. يعني قدمي بعد في اللي جابنا الشاي والقهوة آخر شيء محمود. عموما أسعد الله أوقاتك أبو السمع، ترى نحن نسوي سوالف قبل الهوى، فمع أيمن يعني رافع الفوليوم في الاستوديو 1000، فما كنا قادرين نتكلم ولا نحضر حق الحلقة. أوكي. عموما أرقام التواصل معنا مستمعين الكرام 600-55-1414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006. وأول ما نبتدي معاكم برنامجنا إن شاء الله مع الفقرة الخاصة بالإعلام الاجتماعي مع الزميلة أسماء الجناحي، موجودة معانا على الخط. أسماء صبحت الله بالخير. صباح الخير يا أسماء. مو معانا؟ ما 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 أسماء. عموما ناخذ آخر الأخبار المهمة اللي خاصة فينا في الهيئة. نحن من بين الأخبار دكتورة في يعني خبر يقول الإجهاد يؤثر سلبا على الأوعية الدموية. أي والله محمود صدق، يعني تؤثر نوبات الإجهاد سلبا على الأوعية الدموية. جاء ذلك في مقال نشرته مجلة لنست العلمية، أشارت إلى أن التأثيرات السلبية المزمنة قد تؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية. وأجرى العلماء تجربة شارك فيها 300 متطوع في سن الرشد، أظهرت التجربة أن الذين كانوا يواجهون أنواعا مختلفة من الإجهاد بشكل منتظم ازداد لديهم نشاط قسم الدماغ المسؤول عن التعامل مع الخوف والغضب في حال حدوث اضطرابات نفسية، ترسل إشارات إلى النخاع العظام وأعضاء الجسم الأخرى، ما يؤدي إلى بدوره إلى زيادة كمية خلايا الدم البيضاء والمواد التي تتسبب في الإصابة بشتى الالتهابات. وفي حال انخفاض نسبة الإجهاد يشعر الإنسان بالتعافي والارتخاء، أما تنامي العدوانية فيؤدي إلى ظهور خلل في جدران الشريان، ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بنوبة قلبية أو ذبحة صدرية. دكتور هني يعني هذه مسألة وايد مهمة، هي مسألة أن الواحد يحاول قدر الإمكان أن يبعد عن التنشن، يبعد عن هذا ويبعد عن أيمن سرحيل عشان ما يسبب له تنشن في حياته. يعني يبعد عن الغضب، مرسول صلى الله عليه وسلم روح استعاذ من الغضب. الغضب والإجهاد بشكل عام وايد يأثر محمود في الأوعية الدموية، وايد يعرض الإنسان يصاب بالذبحات الصدرية، فإحنا دائما نقول احذروا من الغضب، احذروا من الغضب. عموما أسماء أعتقد جاهزة معانا. أسماء نعم سامعيكم. صباح الله بالخير يا أسماء. رسالة صباحكم الله بالخير والسرور وعلى كل المستمعين. رسالتنا اليوم، هناك علاقة كبيرة بين المعرفة وتطور الإنسان، فكل ما زادت معرفته كل ما زاد تطوره وارتقى بفكرة وكثرة إنجازاته. جميل. أسماء ليش مستعيلة على الرسالة اليوم؟ نحن نسولف وياك شوي أدريبة. الجو حلو شجع السوالف. يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، ما قصرت يا أسماء. نحن ندري أن أصلا هي على فكرة دكتورة اليوم هي في إجازة.
لكن آثرت إن إلا تطلع معانا في البرنامج. الإيثار محمود حي أهنيك يا أسماء صراحة. هاي رسالة كل موظف. هذه الرسالة الصباحية. هاي رسالة إنها في إجازة بعد دخلت معانا على الهواء حليلها أسماء. جزاك الله خير. زين أسماء خبرينا. نعفيها عيل محمود اليوم من. لا ما دام طلعت معانا خلاص بتعطينا كل ما يخص التواصل الاجتماعي اللي موجود عندنا في هيئة الصحة. فخبرينا أسماء شو عندنا جديد في قنوات التواصل الاجتماعي. نحن بعدنا مستمرين في حملة السوشيال ميديا الشهر بدون سكر وتقريبا هاي الأشياء نحن مركزين عليها هالشهر. بس نذكر المستمعين اللي ما يعرفون عن حملة شهر بدون سكر، هذه الحملة كملتوا فيها الأسبوع الثالث أسماء صح؟ هي. ثلاث أسابيع هو عبارة عن هاشتاج أطلقتو اللي هو شهر أندرسكور بدون أندرسكور سكر. هذه تبنتها الهيئة كمبادرة للمجتمع عبر قنوات التواصل الاجتماعي تشجيع وتزويدهم بالمعلومات اللي يحتاجونها عن هذا الموضوع، عن كيف أنه ممكن الواحد يستمتع بحياة سعيدة خالية من الأمراض. صح أسماء الكلام ولا بتضيفين شيء؟ لا هو أضيف شيء. شكرا. طيب أعطينا بس يعني حسابات الهيئة قبل أن نختمها. حساباتنا هي DHA_Dubai على تويتر إنستغرام تريسكوب سناب شات وعلى فيسبوك وإنستغرام فيسبوك ويوتيوب ولينكدين دبي هالسفارتي. جميل. يعطيك العافيه اسماء، مشكوره ما قصرتي وسامحيني. استمتعي بالباجي من يوم اجازتك. سامحيني على الازعاج واستمتعي بالجو الجميل هذا. انا بغرفه المستشفى اكيد ما بستمتع بالجو. مشكورين. الله يعافيك يا اسماء حبيبتي. الله يعافيك. حياك الله حبيبتي. مع السلامه. عموما دكتوره نرجع الى مواضيعنا الخاصه. نحن ان شاء الله ما نتكلم عن بعض الشغلات اللي ممكن يعني تفيد المستمعين بشكل كبير. في عندنا ان شاء الله بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع خاص ببرنامج تدريبي متخصص في مستشفى دبي بيعرفنا على موضوع علاج انسداد الشرايين التاجية الكاملة المزمنة. جميل. صح جي اسمه؟ هو مرتبط بالإجهاد اللي قلنا عنه في البداية محمود، لما الإجهاد قلنا أثر عوية دموية، فها بيكون تقريبا مرتبط مع الخبر اللي احنا قلناه حق المستمعين. فموضوع مهم، خلي الكل يتابعنا عقب الفاصل إن شاء الله. طيب أيضا نحن بنذكر بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. طيب دكتورة، إذا أنا المخرج مسبب لي إجهاد عصبي أنا شو أسوي؟ المخرج ما بتحصي شرة المخرج يا محمود. والله ما في مثل مخرج أيمن سرحي المسكين. عموما نحن ما نطلع على فاصل قصير، بعد الفاصل إن شاء الله بتكون لنا وقفات، وإن شاء الله كذلك مستمعينا أيضا بتكون معنا الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، بتتكلم عن مبادرة اسمها في عيونهم لعلاج. جميل. أثر الإعاقة البصرية على الطلبة. هذا طبعا يعني إن شاء الله في الحلقة اليوم تكون معنا الدكتورة بتتواصل معنا، لكن حتى ذلك الحين نقولكم فاصل قصير وراجعين لكم إن شاء الله. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام. طبعا معاكم في الاستوديو أخوكم الصغير محمود يوسف وأختكم العودة دكتورة ندى الملة. صباح الله بخير دكتورة. أنا عادي محمود، أنا بكون أخت العودة ما في مشكلة. زين دكتورة، نحن قبل الفاصل نحن وقفنا مع المستمعين قلنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع أنه كان في برنامج تدريبي متخصص في مستشفى دبي لعلاج انسداد الشرايين التاجية الكاملة
المزمنة. معانا في الاستوديو شرفنا الدكتور هشام أحمد عثمان استشاري قسطرة القلب بمستشفى دبي. صبحك الله بالخير دكتور، ويا ليت تقرب من الميكروفون أو ممكن تسحبه عندك حتى إذا حاب. صباحكم خير. طيب دكتور، يعني قسم قسطرة القلب بمستشفى دبي خلال الأسبوع الماضي نظم برنامج تدريبي متخصص لعلاج انسدادات الشرايين التاجية المعقدة باستخدام الدعامات الذكية، وهذا طبعا ضمن الجهود المستمرة اللي يقوم بها المستشفى في دعم وتعزيز برامج التعليم الطبي المستمر، واللي ينعكس إيجابيا إن شاء الله على مستوى نوعية الخدمات المقدمة للمرضى. أنا ما أعرف شو يعني الشرايين التاجية الكاملة المزمنة، يا ليت تشرح لنا إياها دكتور. طيب في الحقيقة ورشة العمل اللي قمنا بها في الأسبوع الماضي هي عبارة عن جزء من سلسلة في ورش عمل علاج الشرايين التاجية المعقدة، وكلمة معقدة خد تحتها أكثر من خط. شام انسداد الشرايين زي ما كلنا عارفين مسألة ما بتتم overnight، يعني ترسب الدهون في جدار الشرايين يتم يمكن من عمرك 17-18 سنة، صحيح، ويدوم معك. في ناس عندهم معدل ترسب أسرع من الآخرين لأسباب كثيرة ممكن نتطرق لها في زيادة الوزن، واحد من أهم الأسباب يعني عوامل الخطورة أو الريسك فاكتورز اللي تؤدي إلى أمراض انسداد الشرايين أيضا مبكر أو في العمر المتقدم كثيرة، من 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 أولها بالذات في المنطقة اللي نحن بنعيش فيها السكر. يعني نسبة السكر في إصابة السكر، يعني إصابة السكر في مناطق الخليج يمكن 40% من الناس عندهم سكر، فده واحد من العوامل المهمة جدا. ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون والتدخين، وبالإضافة للأشياء الثانية هي اللايف ستايل وزيادة الوزن. فانسدادات الشرايين التامة المزمنة اللي هو يكون في انسداد تام في الشريان، وتعريف كلمة مزمن أنه هو الانسداد أقل شيء يكون عمره أكثر من 3 شهور. وكيف ومعظم الأحيان نحن ما بنعرف الانسداد ده لو كم إلا قد يكون من التاريخ المرضي أو يكون المريض مسوي قسطرة من قبل ومبين أنه في انسدادات. بعض الانسدادات يكون عمره أكثر من 10 سنوات. أهمية علاج هذه الانسدادات التامة المزمنة أنه مهما كان في شرايين في الجوانب الأخرى مفتوحة وبتؤدي إلى تبني جسور أو نحن نسميها الكولاترالز اللي هي الجسور الربانية، زي كأنك عملت البايباس بس هذا بطريقة تلقائية. الشرايين الموجودة السليمة بتأدي دور الشرايين المقفولة، ما زال المريض في خطورة من الانسداد التام لأدي إلى أعراض مزمنة اللي هي أعراض الذبحة الصدرية أو قصور في تروية عضلة القلب، ويكون في اختلال في التوازن ما بين العرض والطلب أو الديماند اند سبلاي بالنسبة للأكسجين، لأنه في نقص في الدم الداخلي للعضلة. جميل. طيب دكتور أنا أبغي أسأل عن البرنامج إذا ما عندك مانع، نتكلم عن البرنامج اللي سويته، هو برنامج متخصص لعلاج هذا النوع. خبرنا عن هذا البرنامج أول شيء، شو هو البرنامج، شو هي ورشة العمل اللي تمت في الأسبوع الماضي كانت متخصصة بس في علاج الأمراض الشرايين الانسداد التامة المزمن اللي هو بسمينه إحنا الكرونيك توتال أوكلوجين أو السي تي أوز. تم التحضير لها من قبل فترة، وزي ما قلت واحدة من سلسلة. الورشة العمل الأولى سويناها في مارس 2016 مع نفس الطبيب الزائر وهو الدكتور يماني من اليابان، ودي كانت الورشة الثانية في الانسدادات المزمنة. يعني هذا الدكتور يماني كان عنده طريقة معينة دكتور؟ بالضبط أيوة، يعني الانسدادات التامة المزمنة تختلف من الانسدادات العادية في أنه في صعوبة فتح الشريان من الطريق الأمامي لأنك ما تشوف مسار الدم، ففي معظم الأحيان تضطر إلى أن تدخل عن طريق الناحية اليسار لليمين عن طريق الجسور اللي هي مبنية الكولاترس، ودي بتتطلب تقنية عالية جدا جدا لأنه فيها
نسبة بتاعت خطورة، لأنه بتتخيل أنت هذه الجسور عبارة عن شعيرات دموية صغيرة جداً، لما تعدي داخل أي ويرات أو بيبس في خطورة على هذه الشعيرات الدموية. فبتتطلب أول حاجة مهارات عالية تمرس، والأخوان اليابانيين من أول الناس المتقدمين في علاج CTOs. جميل. فكل البروغرامز تاعت الانترفنشنال أو التداخل القصرة التداخلية في أوروبا وأمريكا، معظم الناس يروحوا لليابان عشان يكتسبوا الخبرة منهم. زي الحين يعني أنا اللي عارف اليابانيين عندهم نمط حياة صحي أفضل من عندنا نحن. بالضبط. وبعدين هم عندهم يعني اعتقاد إنه المريض ما يحب يسوي جراحة قلب مفتوح، قد يكون مثلا عنده علاقة بالثقافة اليابانية، فبالتالي يحاولوا يتحاشوا الجراحة والدم. جميل. فبالتالي طوروا نفسهم في موضوع الكرونيك توتال أوكلوجن، واخترعوا وايرات الموجودة كلها والبالونز وكل الديفايسز اللي احنا بنستخدمها داخل معظمها، ممكن 99% من اليابان. من اليابان. جميل. زين دكتور، انتوا لما سويتوا مثل هل البرنامج التدريبي، منو كان الفئة المستهدفة يتم تدريبه ضمن هذا البرنامج التدريبي؟ اول حاجة يعني ده بنسميه احنا ادفانسد، يعني حاجة متطورة، يعني ما كل اطباء القصرة التداخلية يعني بيسوون الانسدادات التامة المزمنة بصورة مستمرة، فلازم انت تكون يعني عندك الاكسبوجر. فاول ناس هما احنا كاطباء القصره التداخليه في قسم القصره التداخليه في مستشفى دبي. جميل. بالاضافه الى تدريب الستاف المعانا. فدي كانت الحاجه المهمه جدا، انه نحن نكون مشاركين بالعمل مع الطبيب الزائر، واكتسبنا منه خبرات كبيره على مدى الورشتين اللي تمت في مارس وفي ديسمبر. الشيء الأهم من كده أنه يعني المرضى، إحنا بنتعامل مع المرضى وبنشوف مرضانا اللي هم مناسبين لهذا النوع من العلاج، وإحنا زي ما قلت لك رتب ترتيب للورشة الأخيرة بنأخذ 3 شهور من ناحية اختيار المرضى وتجهيزهم نفسيا، عمل الكاونسلينج وإرسال المواد الفيلمية أو السي ديز من المرضى للطبيب قبل فترة، ونتناقش معه على السوشيال ميديا ونشوف مين في المرضى الأنسب وشو يحتاج من ناحية تحضير الأشياء الإكويبمنتس وكله، وزي ما كنت بتاخد وقت طويل جدا عشان نحضر له. والحمد لله يعني تكللت بالنجاح، نحن سوينا في الورشة الأخيرة 8 عمليات. جميل. وعشان أوريك بس مدى صعوبة هذه العمليات أو تأخذ وقت. على هذا الطاري دكتور، أنا أبغى أسأل يعني هل عندكم أرقام وإحصائيات عن نسب إصابة ما بقول على مستوى الدولة، يمكن المنطقة بشكل عام، بهذا بهاي الانسدادات المزمنة؟ الانسدادات المزمنة طبعا يعني كثيرة، يعني لو حاولت تجيب نسبتها بالنسبة للانسدادات العادية ما في إحصائية كاملة بتوريك إنه كم بالنسبة بشكل عام average. لكن الانسداد مرض الشرايين أو انسداد الشرايين نفسه يعني نسبته عالية. يعني لو أخذنا مثال الوفيات حول العالم في 2008 من أمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية كلها 17 مليون، عدد كبير. 60% منهم ناتج من أمراض القلب والشرايين القلب. صحيح. طيب يعني أبسط مثال، نحن عندنا في مثلا في مستشفى دبي عالجنا حوالي 600 حالة هارت أتاك أو احتشال عضلة خلال سنة. طيب هذا يقودني لسؤال آخر دكتور، عشان الوقت بس قاعد يداهمنا، شو الواحد لازم يسوي عشان يقي نفسه من هذه الأمور؟ طيب برجعنا للعوامل الخطورة. يعني زي ما قلنا السكر أكبر عدو لكل أمراض القلب والشرايين. أوكي. فعندك سكر لازم تتابع الطبيب وتلتزم بتعليمات الطبيب والحمية. ضغط الدم كذلك لازم تحافظ على علاج ضغط الدم وتمتنع عن التدخين وتمارس الرياضة بشكل طبيعي. جميل. شو هي الفحوصات اللي الواحد لازم يسويها دكتور عشان بس يعرف انه هو ما عنده استداد او مؤشرات للاستدادات؟ محمود لاحظ هو خايف من الموضوع، يعني حس الموضوع سيريس.
طيب. لا مو بخايف انا لان شفت حالات كثيره قدامي تبغين صدق دكتوره يعني واحده من الحالات يعني المشكله الوقت ما يسعفني اني اذكرها يعني في وهو زمان يقول انه امراض القلب تجي للناس الكبار بس حقيقه ان احنا بنشوف مرضى صغار جدا صحيح والشيء المختلف في منطقه الخليج والمنطقه العربيه المرضى اصغر بعشر سنوات من المرضى في اوروبا انا ترين في اوروبا اوكي فعشر سنوات وفرق كبير جدا السبب بنشوف السبب افتكر زياده السكر واللايف ستايل نمط الحياه نمط الحياه بالذات يعني حياة كثيرة جدا ممكن يعني الإنسان يتحشى وتأفويدبل يعني أنت كم تتريض وتحافظ على الشيء اللي بتاكله شنو والسجاير أرخص عندنا من أوروبا نو كومنت لازم كومنت دكتور عشان لا نبغي يرفعون الضرائب على السجاير صح محمود أكيد هي سبب رئيسي لكثير من الأمراض يعني أولها مرض القلب عموما دكتور كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل أن نختم معك اللقاء حقيقة أنا بشكر كل التيم في قسم القسطرة التداخلية في مستشفى دبي وكل قسم القلب وكل زملائي وإدارة مستشفى دبي وهيئة الصحة لأنه لو ما كان في هذا النوع من التعاون بيننا ما كانت تمت هذه الورشات العمل بهذه الثلاثة والحمد لله جانا ريسبونس من المرضى عالي جدا وإن شاء الله تكون يعني نستمر في هذه الخدمة لتوطين هذا النوع من العلاج متميز داخل هيئة الصحة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتور. شكرا دكتور هشام أحمد عثمان استشاري قسطرة القلب بمستشفى دبي كان يحدثنا عن برنامج التدريب المتخصص بمستشفى دبي لعلاج انسداد الشرايين التاجية الكاملة المزمنة. نعم شكرا لك دكتور وإن شاء الله بعد الفاصل عندنا الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي بتحدثنا عن أحد المبادرات الجميلة وهي مبادرة في عيونهم وفاصل وراجعين لكم إن شاء الله لعيونكم صحة وسعادة ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل نتابع برامج نتابع فقرات برنامجكم صحة وسعادة محمود خربطني إنزين ضمن مشاركتها بفعاليات عام الخير أطلقت مؤسسة نور دبي الخيرية حملة توعوية واسعة تحت شعار في عيونهم تستهدف علاج الأثر النفسي والاجتماعي والعاطفي لطلبة المدارس في دبي بسبب مشاكل النظر وارتداء النظارات الطبية للحديث عن هذه المبادرة يسرنا يكون معنا في الاستوديو الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذي لمؤسسة نور دبي صبحت الله بالخير دكتورة منال صباح النور أهلا نور السلام. نور الاستوديو بوجودك معنا اليوم والله أنا فرحانة أنك موجودة شكرا تسلمين زي بعد ما خلصنا من بعض هذا النفاق الإداري خلينا ندخل في صلب هذا الموضوع عموما دكتورة أنا مؤسسة نور دبي الخيرية من المؤسسات اللي حقيقة أعشق ما تقدمه للمجتمع أعشق ما تقدمه لدولة الإمارات العربية المتحدة من يعني غرس مفهوم الخير اللي تقدمه دولة الإمارات للخارج فما أجمل أن نعالج عيون الأطفال ونجعلهم يبصرون هذه الدنيا بشكل جميل مبادرة قيمة جميلة جدا نحن ما نتكلم عن الحملة التوعوية اللي سويتوها في عيونهم لكن قبل ذلك خلينا نتكلم عن آخر مستجدات مؤسسة نور دبي شو عندكم وين رحتوا شو سويتوا بعض الأرقام والإحصائيات إذا موجودة عندك لأن أنتم ما شاء الله عندكم إنجازات كبيرة في هذه المؤسسة طبعا في البداية أشكركم على اهتمامكم بالمؤسسات الخيرية وخصوصا في عام الخير والمبادرات اللي تطلقها المؤسسات الخيرية بعام الخير طبعا مؤسسة نور دبي مؤسسة خيرية غير ربحية تقع تحت مظلة مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية نحن مؤسسة خيرية نعنى بمكافحة العمى فأي مرض أي عائد ممكن يرجع سلبيا على المجتمع أثر من أثر الإعاقة البصرية نحن نتطرق له طبعا نحن قدرنا في الخمس سنين اللي مضت أن نساعد فوق الـ 24 مليون شخص حول العالم آخر دولة زرنا لها وكان فيها مخيم جدا ناجح للعلاج كانت السنغال
جميل. طبعا بالنسبة لبرامجنا 24 مليون شخص حول العالم، شو هالرقم؟ الحمد لله، يعني النظر والبصر نعمة من رب العالمين، واللي انحرم منها الصراحة يعني يكونون عايشين حياة جدا، خصوصا إذا كانوا في الدول الفقيرة ما عندهم أي إمكانيات لإعادة التأهيل أو للتعليم أو للعمل. صحيح. فتحس أن إذا شخص واحد انصاب بالإعاقة البصرية العائلة كلها تتأثر سلبيا. صحيح. فكان هذا الشيء الدافع اللي خلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه أن يتوجه لتخصيص مؤسسة كاملة تعنى بمكافحة العمى. طبعا في إحصائيات كبيرة عن الإعاقة البصرية وتأثيرها السلبي على المجتمعات، وأن هي أحد الأسباب اللي تزيد الفقر. صح. في الدول، فنحن ما نبغي نضيف عليهم، يعني سبب إيجاد مؤسسة تعنى بمكافحة العمى ليس فقط لتوفير العلاج ولكن لتغيير سبل الحياة للناس. أكيد 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 دكتورة منال، أنا أيد هالنقطة تماما، أن لو كان في فرد أعمى في العائلة فمعناه في مصدر رزق وقف في العائلة، فيساعد أعتقد أنه حتى مثل ما قلت يحسن نمط حياتهم أو ينقلهم شوي من الفقر المقدع اللي هم يكونون فيها العوائل. طبعا هو مو بس فرد واحد اللي ينقطع عن الدراسة والعمل، بس عادة اللي نحن لاحظناه خصوصا في قارة أفريقيا أن يقعدون أخوه أو أخته معاه في البيت عشان يهتمون في فردين يعني في العائلة يتأثرون. جميل. أنا بتطرق لبعض الممارسات العالمية اللي حطيتوها في مؤسسة أو مارستوها في مؤسسة نور دبي، ولكن دكتورة نرجع نحن نتحدث عن هذه المبادرة أو الحملة التوعوية اللي كانت تحت شعار في عيونهم، خبرينا عن هذه المبادرة وشو هي الأهداف اللي كنتوا تسعون لها؟ طبعاً نحن لله الحمد مستوى توفير العلاج عندنا في دولة الإمارات عالي جداً، الحمد لله. فنحن ما نعاني من المشاكل لله الحمد اللي يعاني منها الدول الفقيرة ولا الدول الأخرى العربية، الحمد لله. إحنا التحديات اللي نواجهها مختلفة. فنحن كان عندنا فرصة أن نعمل مع المدارس الخاصة في إمارة دبي، وعملنا بعد مع الشركات الخاصة بأنه وفرنا لهم على مدى السنتين اللي فاتت أو الثلاث سنين اللي فاتت حملات توعوية وحملات فحص مبكر على الإعاقة البصرية. جميل. وهذا كان من خلال الحافلة العيادة المتنقلة اللي السنة اللي فاتت حازت على جائزة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز كمشروع مشترك. جميل. من خلال حملاتنا هاي اتطرقنا للنظر في مشكلة ثانية كنا يمكن غافلين عنها، كيفية استيعاب الطلاب للشخص يلبس نظارة أو شخص يعاني من الإعاقة البصرية، كيف يفهمونه، كيف يتعاملون معه. فبهالطريقة نحن ندخل على موضوع ثاني لعلاقة بالإعاقة البصرية، ولكن من منظورة اللي هي المنتل هيلث. صحيح. وكيفية التعامل مع الأشخاص اللي يعانون من إعاقة بصرية. فمن هنا طلعنا بالفكرة، تعاوننا مع خبراء في العلاج النفسي وفي التثقيف الصحي، واتطرقنا لإطلاق هذه الحملة اللي تبدأ من يناير وتمتد لشهر مارس. إن شاء الله راح يكون عندنا سبع مدارس بنشملها في هذه المبادرة، تقريبا عدد الطلاب يفوق 5000 طالب. جميل. نحن في البداية نطلب من الطلاب أنهم يعطونا عن طريق الرسم، الطلاب يحبون يرسمون، شو هي فكرتهم عن الإعاقة البصرية. فغالبا ما يرسمون يا أما ياهل فقير، في بعض الطلاب رسموا لنا ياهل تحت القصف، في بعض الطلاب رسمه. اي جميل، الله يخليك. لا يعني انت ما تتوقع الفكره، انا اشوف الخيال اللي موجود عند الطفل خيال ما انت تستغرب. ايه. كيف يفكرون، يعني هم دائما يربطون الاعاقه شو ما كانت الاعاقه يا اما بالفقر او بالحرب او بالمعاناه، لكن عقب ما نخلص المحاضرات ويوم طلبنا منهم يرسمون النور. نور هو الشخصيه اللي احنا اخترناها في قصصنا اللي نلقي عليهم. طبعا نحن المحاضرات تكون عن طريق القصص، إيه لأن اليهال يفهمونها أحسن. صحيح.
فلو تشوف الفرق في الرسم يعني ما بعد المحاضرة يرسمون لك ولد لابس اليونيفورم مال المدرسة لابس نظارة ماسك شنطة، وحد منهم يرسم معه أصدقائه، حد منهم يرسمه في فصل يعني ما يكون تغيرة النظرة أكيد دكتورة. على طار الرسم، أنتوا دائما ما تقومون ببعض المعارض الخاصة، المعارض الخيرية اللي تقومون بجمع التبرعات لمؤسسة دبي، مؤسسة نور دبي. طبعا نحن أنتوا دائما ما في مكالمات تأتيكم عن الإذاعة والبث المباشر ضروري يتحولون عندكم على نور دبي. هي قبل كان شيء بس الحين خلاص الناس عرفتنا الحمد لله. نحن فكرة استخدام الفن طبعا الشخص يحتاج النظر عشان يقدر ويشوف جمال الفن. صحيح. والفنانين الحمد لله يعني لهم حس عالي ولهم اهتمام كبير في مساعدة الأشخاص المحتاجين أو ذوي الإعاقة البصرية. الحمد لله. فكانت الفكرة قبل 5 سنين أن احنا ندمج بين الاثنين، بين مقدمين الفن والفنانين وما بين الخدمات اللي تقدم لذوي الإعاقة البصرية. فطلعنا بفكرة بيع اللوحات الفنية في مزادات خيرية. بالضبط. والريع يرجع لي برامج اللي هي العلاجية للمكفوفين أو لأصحاب الإعاقة البصرية، والحمد لله توفقنا. جميل. يعني اللي يشتري هذه اللوحة يدفع فيها مبلغ كبير، يعني يقدر نعمة. صحيح. النظر أكيد. أن يشوف مثل هذا الجمال اللي متواجد في هذه اللوحة أو في هذا الفن الجميل، وفي نفس الوقت أن هذا المبلغ سوف يذهب لعلاج طفل سيستطيع النظر. أكيد. طبعا احنا السنة اللي فاتت كان في عندنا لوحة للشيخ لطيفة بن مجدوم الله يحفظه. آمين. وهي دائما كل سنة تشارك ويانا، لوحتها انباعت ب 14 مليون درهم. جميل. مبلغ يعني يساعد كمية كبيرة. طبعاً أكيد. كبير من الأطفال، عدد كبير احنا أنشأنا بهالمبلغ برامج علاجية كثيرة. وطبعا يعني المزاد هالسنة بعد راح يكون إن شاء الله موجود على شهر 5. جميل. فإن شاء الله بنبلغكم عنه. جميل. إن شاء الله ونحن بنغطيه بشكل كبير. طيب دكتورة، الحين أبغى أتوجه أنا إلى حملاتكم خارج الإمارات. يا ترى شو الخطة اللي حاطينها حق 2017؟ شو الأمور اللي تبون تسعولها في 2017 بالنسبة لنور دبي؟ طبعا نحن عندنا 3 برامج كبيرة. في عندنا البرامج الوقائية اللي هي لمساعدة دول بتخلص من أمراض وبائية. وهذا البرنامج نحن حاليا نقوم فيه في إثيوبيا، في منطقة الأمهار اللي هو شمال إثيوبيا. الرقم المستهدف سنوي 18 مليون شخص في المنطقة. طبعا نتطرق للمدارس، المؤسسات العلاجية، المؤسسات التعليمية، حتى البيوت، يعني نساعدهم على بناء دورات مياه، لأن المرض هذا التراخوما ينتقل. صح. عن طريق التلوث. ندخل بعد في المناهج المدرسية، نساعد على التثقيف. هذا البرنامج كان مستمر حين هذه 4 سنة، وإن شاء الله راح يستمر بعد 4 سنين. طبعا مشارك ويانا في هذا البرنامج مؤسسات عديدة عالمية مثل مؤسسة كارتر، سايت سيفرز، في معنا بعد اللاينز. فالمشاركة تكون أن هي الدولة مقسمة على المؤسسات هذه الخيرية، كل مؤسسة تشتغل في منطقة على أساس أن بعد 2020 نقدر أن احنا نقول أن دولة إثيوبيا تخلصت من هذا المرض. جميل. إن شاء الله. فهذا واحد من البرامج. البرامج الثاني هي اللي توفر العلاج الفوري عن طريق مخيمات العلاجية، وهذه المخيمات تلف على كل الدول المحتاجة تعالج. يعني في كل مخيم نعالج ما يقارب 4,000 إلى 5,000 شخص. أحيانا في دول مثل باكستان يكون في الإقبال كبير، فنوصل ل9,000 شخص في المخيم الواحد. ممتاز ممتاز. نقدم الأدوية، النظارات، العلاج عن طريق العمليات الجراحية، ونرجع لهم مرة ثانية عشان نتأكد أنه ما في مضاعفات. جميل. البرامج الثالث اللي هي التثقيف، ومثل ما ذكرت لكم يعني طبعا احنا في مخيماتنا وفي برنامجنا اللي في إثيوبيا دائما نتعاون مع وزارة الصحة للدولة اللي نحن نتطرق لها، ويكون في تدريب للأطباء والطاقم الطبي على العمليات، على كيفية فحص المرضى. وبنفس الوقت لأن نحن نرجع لهم أكثر من مرة فنتابع تقدمهم. فيكون في مثل احنا نسميه بالطب هاندزون تريننج، يعني هو التدريب بوجودنا، بوجود المرضى في دولتهم.
جميل جميل. يعني هالجهود اللي تبذلونها دكتورة منال أكيد يعني ممكن يقول نقلت وايد دول من الفقر والمرض لحسنت وضعهم بشكل كبير بالجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلونها وأعداد الضخمة اللي قاعد تخدمونها دائما. دكتورة منال لو ممكن بس نسأل منو شركائكم دائما يكونون في مثل هالحملات سواء داخل البلاد أو خارج البلاد؟ طبعا داخل البلاد هيئة الصحة، مشكورين هيئة الصحة من بدينا نحن ما شاء الله دعم مستمر سواء كان دعم إداري ولا دعم إعلامي بعد ما شاء الله عليكم ما تقصرون، ولا حتى يعني في تنفيذ المبادرات. في عندنا بعد شرطة دبي ما يقصرون، الـ RTA كانوا شريك استراتيجي معنا. على طاري الـ RTA عندكم حافلة أعتقد متنقلة لنور دبي، في حافلة متنقلة والحمد لله يعني كان دعم كثير كبير من سعادة مطار الطاير وحازت الحافلة على جائزة مثل ما ذكرنا في أول البرنامج وما زالت مستمرة. يعني احنا نستخدم الحافلة عشان نفحص عيون الطلاب في نفس المبادرة هذه، وإن شاء الله راح يكون في عندنا مشاريع أكبر معاهم. أما خارج الدولة فعندنا المؤسسات العالمية اللي أصلا هي معنية بمكافحة العمى، نحن طبعا شركاء في منظمة الدولية لمكافحة العمى ومعنا بعد مثل ما ذكرتكم الكارتر سنتر، معنا لاينز فاونديشن، معنا سايت سيفرز، معنا يعني عدد من المؤسسات اللي هي اصلا معنيه بمكافحه العمى. جميل جميل. انا كنت ابغى اتطرق لمساله يعني حتى اللي يميز مؤسسه نور دبي عن غيرها من المؤسسات الخيريه ان هي يعني فوق انها مؤسسه خيريه هي تقوم بتقديم علاج فوق هذا دكتورة مو بس تقدمون العلاج مثل ما ذكرتي، انتم تقدمون العلاج ومتابعة للي قدمتوه وأيضا تدريب للناس اللي موجودين هناك على أساس أنهم يتعاملون مع هذه الحالات. فهذه يعني ثلاث شغلات في رحلة واحدة. سؤالي الآن خبرينا المواقف اللي موقف من المواقف اللي صدق أثر فيك دكتورة وأنت موجودة في أحد الزيارات أو أحد المخيمات في أي دولة من الدول. في أي دولة من الدول؟ هو طبعا كل المواقف هذه تأثر بالواحد أنك تشوف شخص أعمى تسوي يجري العملية وثاني يوم يبصر. جميل. يعني من تشل عن عين الغطاء على طول يقدر يشوف، يقدر يعد الأصابع، يقدر بعدها بأسبوع يقدر يقرأ، فكل هذه يعني تكون مؤثرة. بس في بعض الحالات اللي ما تنساها طبعا احنا المخيمات عادة تكون فعلا بمعنى الكلمة مخيمات، ففي بعض الدول ما يكون عندنا فرصة ان نجري عملية تحت البنج الكامل، يعني دائما يكون بنج موضعي. فلما يجيلك طفل وانت عارف ان تقدر تسوي له نفس العملية لكن محتاج بنج كامل لان صحيح. الطفل يتحرك ما بيخليك وانت عارف ان لو ما سويت له العملية الحين قد يصاب بكسل العين اللي بعدين ما راح تقدر تعالجه حتى لو عالجت نظره ما بيرجع. ففي بعض هالحالات انت تكون واقف نيس نفكر كيف بنعالج هالياهل ونحاول نقنع، يعني لما تكلم ياهل عمره 4 سنين تحاول تقنعه ان يخضع لعملية جراحية من غير ما يتحرك، يعني صعب جدا اكيد. وفي اغلب الاوقات نفشل في الاقناع يعني لان طبيا بعد هاي كممارسة غير صحيح. مقبولة اكيد. بس يعني تكون بين محتار بين أمرين، ينعمي الياهل ويتم أعمى باجي عمره ولا شو تسوي تسوي للعملية يعني شو بتسوي يعني فبعض الأحيان الحمد لله نتمكن من أن احنا نقنع الأهل ونعاني، يعني العملية اللي تاخذ ربع ساعة قد تاخذ ساعة ونص بس أكيد. نطلع من العملية مستانسين ان هالياهل ما بينعمي صحيح. وفي بعض الأحيان في بعض الدول ما نقدر ويكون جدا صعب. جميل. نحن ناخذ مداخلة دكتورة. ألو. أيوة. يا هلا تفضلي حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. أنا اسمي منال، أنا بشتغل ميديكال كوردينيتر بلندن ومترجمة، يعني بنسق للمرضى اللي بيجوا من الخليج وخصوصا الإمارات. بشتغل بلندن إلي 23 سنة. مع سنوات الشغل تزوجت، خلفت، صار عندي بنتين، للأسف بنتيني ورثوا جين مني وجين من أبوهم. والجينين ما في لهم علاج. أوكي. واحد من مشاكل بنتي إنه عندها تكيسات في الكلى. التكيسات طبعا كبرت.
وكبرت وكبرت، وفي إنجلترا ما عملوا ولا إشي فيها. طبعا لما أنا خلاص عرفت السيستم بإنجلترا بستنوا لبين ما يصير المشكلة أكبر، بعتت ورائي لألمانيا قالوا ما بنصيب هذه الحالة، بعتوا رائي لأمريكا قالوا هذه البنت بنفضل إنه ما نقرب عليها عبين ما الله يقدر ويصير نزيف بالكلى وبعدين بيصير تبديل كلى. صلاة الاستخارة التوكل على الله. بعض الأخوة قالوا لي عن المستشفيات في الإمارات والحداثة العلاج بالإمارات، قابلت بعض الدكاترة اللي بيشتغلوا معي من 23 سنة قالوا لي عن التكنولوجيا اللي بالإمارات. فلذلك توكلت على الله وإجيت على الإمارات، ومع ذلك بعثت رأي من هون على أكثر من بلد بالعالم، والكل قال تقربوش على هاي البنت. بإذن الكريم الحمد لله رب العالمين، طبيب من الإمارات شاف بنتي، سحب من كيس واحد من الكلى 225 ملي سائل. هذا السائل طبعا زي ما بتقول بنتي بتسجيلها للفيديو إنه هو عبارة عن سائل توكسيك مرض أوساخ، وتخيل لو حطيت هذا الوسخ بكاسة بلاستيك كيف إنه بيخرب وبالآخر بيصير تمزقات. صحيح. فما بال إيش بدي يصير في أختي اللي عمرها 7 سنين. المهم تم صاحب هذا الكيس وكان يفترض إنه يحقنها بأسيتك أسيد، طبعا ما بيقدرش لأنه ورثت مني other medicine medical condition اللي اسمها EDS اللي هو التأخير في العلاج، التأخير في الشفاء، زائد احتمال النزيف لا سمح الله والوفاة. لذلك الطبيب كان لازم يسحب المي. أمل أنا بطلب منك تختصرين شوي الله يخليك لأن عندي دقيقتين على نهاية البرنامج. فلذلك جيت على الإمارات عملنا العلاج والحمد لله وضعها كويس. هلأ رجع عبد الكيس كمان مرة، بعتنا لكل بلاد العالم، الكل قال ما بنقدر نتحكم فيها، رحنا على الصين الحمد لله بطل يكبر الكيس صار يصغر. هذه كمان ملاحظة اللي أنا كنت حابة أحكيها. طيب الخلاصة أمل شو اللي تبغى تقول؟ الخلاصة إنه الثقة للمريض الإماراتي ببلده لازم تكون كتير أكبر. شكرا، هذه رسالة جميلة. 23 سنة بشتغل مع مرضى بأوروبا. بالثلاث وعشرين سنة أنا زرت مستشفيات ما تعملت العناية الطبية أحسن من هون، من ممرضين، من ستاف، من دكاترة. نشكرك احنا، نشكرك على هذا الكلام، يعني هذه رسالة إيجابية أمل. لكل طاقم طبي يشتغل في كل الإمارات. جميل أمل، أنا سامحيني بضطر في راحة نفسية. أكيد أمل أستاذ أمل لو تسمحي لي بس أنا لأن عندي أقل من دقيقة أبغي أختم البرنامج لأن خرجنا خارج موضوعنا الرئيسي، بس شاكرين لك هذه المداخلة. شكرا لك، وإن شاء الله يا رب رسالتك وصلت. شاكرين لك وشكرا لثقتك، شكرا جزيلا. الله يعافي بناتك إن شاء الله. آمين يا رب. آمين. طيب دكتورة يعني هذه رسالة جميلة كانت، هي تدفع يعني بطاقة إيجابية والواحد يعني ينظر إلى مستوى الرعاية الصحية اللي وصلت لها دولة الإمارات. صحيح. لكن أيضا خير الدولة ممتد إلى خارج الإمارات من خلال هذه المؤسسة القديرة، مؤسسة نور دبي. كلمة أخيرة تبغين توجهين دكتورة قبل أن نختم هذا اللقاء؟ طبعا في الآخر أنا دائما أحب أني أختم بنصيحة. نحن نعرف من الإحصائيات العالمية أن 19 مليون طفل حول العالم يعاني من الإعاقة البصرية. طبعا 12 مليون منهم علاجهم النظارة. فنحن ما نبغي ننتظر لما الطفل يصاب بمضاعفات ضعف النظر مثل الحول، مثل كسل العين. فأنا أنصح كل الأمهات أنه ما بين 9 شهور من العمر لين 18 شهر أن لازم الطفل تنفحص عينه في الوقت اللي توديه للتطعيمات الدورية. تطلب من الممرضة، الممرضة ما كانت يعني تتذكر أو فاتها، أن يتم فحص بؤبؤ العين على الأقل، يتم فحص النظر، يتم تحويله للطبيب المختص. نحن في هيئة الصحة هذه الفحوصات تمشي موجودة. يعني وفحوصات روتينية يجب أن تعملها ولا هو في فحوصات روتينية بس الحين يتم تحديثها ضمن استراتيجية دبي لذوي الإعاقة. جميل. طبعا هي ما تتطرق بس لفحوصات النظر ولكن أيضا السمع وفحوصات النمو
اللي ديفلوبمنت. أكيد ممتاز. أيمن بدأ ينافخ دكتورة فلازم ننهي الحلقة. ونحن دكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي كانت معنا في الاستوديو وحدثتنا عن مبادرة في عيونهم والعديد من المحاور الخاصة بمؤسسة نور دبي. شاكرين لك هذا التواجد دكتورة وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة منال. وكان حلقتنا اليوم حلقة جميلة جدا, ناقشنا فيها كثير مواضيع بس مواضيعنا ما تخلص, وانتظرونا باكر إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. كل التحية للطاقم اللي معاي أيمن سرحيل وحمد المعيوف, وكل شكر دكتورة منال كانت معنا, ولأخوي الصغير محمود يوسف. شكرا لك دكتورة. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.